انت ليه ما ترجع لبنتك؟ وش ذنبها؟ متجوزة من واحد هبيلة وتشوف الويل والمر من أمه، ولا حرمتك؟ حرمتك اللي عايشة مع الذيابة والوحوش، وش ذنبهم؟ ليه ما تدور عليهم؟ تدور عليهم وتلاقيهم وترعاهم بحضنك، ليه؟ هذا شيء يخصني، ما إلش بيه. الظاهر أنه روحتك لسرحان غيرت بيك أشياء كثيرة. شيخ سرحان، شيخ سرحان رجل طيب وإنسان، يا ريتك مثله. ريتني مثله؟ حبيتيه يا فتنة؟ إيه حبيته، حبيته يا هزاع. الليلة أعقد عليك وتصيري حليلة لي. تعالي تعالي، لا تخافي، تعالي. ما في رد عن الكلام اللي أقوله. الليلة أعقد عليك. الموت أهون علي من إني أسلم روحي لذبح أهلي. أنا ما ذبحت أهلك، أنا ذبحت اللي ذبح أهلك وأخوه منيع عندك. روحي خذي حقك منه. لا يا هزاع، لا. حقي عندك أنت، أنت القاتل، أنت القاتل. ضليت تقنعني إن سمران القاتل، سمران القاتل، سمران القاتل، لكن لا، أنت زرعت هذه الفكرة براسي، لكن الحقيقة غير.